ساكن هنا؟ ان شاء الله. فرخص حمار. لا دي لا اول مرة نسمع كلمة زي دي. ازاي يعني؟ ما حصلتش في التاريخ. فين الرخص بتاعت حمار؟ ما نطلعوش للحمار رخص طول عمرنا، وده ارضنا وبيوتنا واراضينا وزرعنا، وما حصلتش كده ابدا. احنا اتخلقنا نسرع حمير ونسرع حصننا ونسرع داموس وبقر، واحنا طول عمرنا على كده. ما انت سرقه يا عم. افرض سرقة انت يعني سرقة ولا يعني ايه سرقة يعني؟ ليه انت بيه يا كابتن؟ لا مؤاخذة، ده سرقة حاسبني بيه العمدي، حاسبني بيه الغفير اللي بتاع بلدي. انت ازاي ما تعرفش ان الحصان ليه رخص دلوقتي؟ يا عم الحمار ماليهش رخص من يوم ما اتخلقنا، ولا نعرف الرخص. نزل قانون جديد ان اي ركوبة في الشارع ليها رخص، حمار ليه رخص، بقرة ليها رخص، اي حاجة بتمشي وركوبة ليها رخص دلوقتي. ده كلام انتوا خوادات جايبينه من عندكم وعندنا ما نعرفوش. انت المفروض تتكلم كويس. فين الحزام؟ انا هنتكلم كويس. فين الحزام؟ ولا حزام ولا رخص ولا اول مره. فين الحزام؟ فين الحزام؟ حزام الامان فين؟ هنقول لسيادتك الحزام امان ولا حزام شمال. الله احنا اتخلقنا على كده، لا نعرف حزام ولا امان. احنا ناس كده طول عمرنا. ولا ما بتتفرجش على التلفزيون، ما بتقراش جرايد، ما حدش بيقول لك. يا عم انا ماليش صالح بالجرايد والتلفزيون بتاعتك انت، لو راجل عادي لا نعرف تلفزيون ولا. انت الحزام ده حزام امان، انت وانت ماشي ممكن تتقلب على وشك تتعور. الحزام بيقابلك امان لجسمك. مطرح ما نتعور ماليك الصالح بيا. الله 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 الله، انت مشاركني في تعويرت، انا حر. فين الخوذ؟ يا عم ولا خوذة شي، احنا راكبين ايه؟ راكبين موتوسيكل خوذة. الله الله، فين الخوذة بتاعتك؟ يا عمي ما فيش خوذة ولا فيش. يعني انا معاك رخص ولا معاك حزام ولا معاك خوذة؟ فين طفات الحريق؟ الكلام ده كل اللي عارفوه انت كلام لاغي لا يعمل به نهائيا في دماغنا احنا، خلاص. فين طفات الحريق؟ بنقول لك كلامك كلام جديد عليني، ما حصلش. في قانون جديد يا حاج قال ان الحمار لازم تطلع له رخصة، في حزام عشان ممكن تتقلب على وشك تتعور، الحزام يعمل لك امان، خوذة تتكسر على دماغك نفوخك يتكور، لازم في خوذة. طفات حريق، يحصل اي حريقة وانت ماشي، الحمار يولع هنا سيجارة ترميها تلطف في الحريقة. نقع على وشي على قفاي، مالكش دعوه بيا انت نهائي. واخر كلام نقوله ليك احنا ما تقولش. يا ابني انت، هو الراجل ده مخالف ولازم تسمك يعمل حاجة. انا اسمع علي هاشم. منين علي هاشم؟ طبعا من البلد اللي انت فيه. اما انت ما عرفش البلد تسمي لي انت اسم؟ ايه منين؟ اوف اوف اركن بس شوية كده شوية لو سمحت. اجري 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 وديني قام وطق. ايش ايش؟ وطق ايش؟ السلام عليكم يا باشا. ازيك؟ الله يخليك يا باشا. معاك رخص حمار؟ امبار يا باشا امبار، ما نمشي غير رخصه. اهو 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 رخصه اهي، معايا رخصه للحمار اهو. امال امال الحمار هيمشي غير رخصه؟ احنا ناس ما نعرفوش التطبيق بتاعها. اسم الحمار جوجو. اه النوع ذكر باربع ارجل. امال الحاله الاجتماعيه اعزب. ايوه فصيله الدم اي اوف. ايوه 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 يا بيه ايوه يا بيه اف حار. ايوه يا بيه، تاريخ انتهاء الرخصه 15/5. اسمع يا عم الحاج. سامعينك يا عم الحاج. 15/5/2005. امال امال لون العينين دبالي. دبالي يا بيه. مرصص يا ابني. ايوه ايوه يا بيه اهو. والنمره اهي. امال النمره يا بيه؟ نمره الحمار اهي. نعلم انت في العصر يا استاذ. انا هنقول لك كلمه. نعلم يا حبيبي. انا هنقول لك كلمه يا كابتن اسمعها. ده حكايات انت عاملينها دي ما نعرفوهاش نهائيا احنا. عاملين ايه يا حبيبي؟ ده انت لسه من غير حزام ومن غير تقاليد. يا عم ده حزام اهو. بص ادي حزام ادي حزام اهو. وادي الخوذ وادي الخوذ. فين رخصتك يا ابني؟ مسحوبه يا باشا. رخصتك ده مسحوبه؟ ايوه ماشي بالوسط يا باشا. ليه بقى؟ مسحوبه يا باشا. عملت ايه يعني؟ كنت ماشي على 22 كيلو يا باشا. اه زياده 2 كيلو. زياده 2 كيلو يا باشا. احنا غلطانين، هنركب عداد الحمار بعد كده. ربنا يخليك يا باشا. يلا يا استاذ. انت مشتري لك من السوق حتى الفاضي شي. بس انت المره تمشي على 20 كيلو. حاضر حاضر يا باشا. 20 كيلو. خد يا ابني رخص. حاضر يا باشا. خد يا ابني رخص. ياسر يا باشا. انزل يا ريس انزل. انزل لو سمحت. انزل انزل لو سمحت. عايزين غرامه 200 جنيه. ولا غرامه 200 جنيه ولا 200 قرش ولا 200 حاجه كده يعني. رحمة تروح روح وانا معاك. لا غرامه ولا ايوه. ما انت دي لعبه هتعملوها علينا. بس والله لعبه تعملوها علينا، ما حصلت لاول مره تحصل. الله. قررنا مصادره الحمار. قرر من الحمار ولا تقدر تمد ايدك على الحمار ولا على غيره. اقعد اقعد انت، ولا واحد منكم يقدر يمد ايده على الحمار ولا على غيره. اوعى يا عم روح لحالك. اوعى انت. هو اوعى.